طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ما ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ست النكهات أحلى ستات كل يوم طبخة عست النكهات. ثقة المتسابقات عالية بالرغم من تبديل المكونات، معقول عشان الاثنين نقوا دجاج مسحب؟ شو رح يطبخونا يا ترى؟ خلينا نعرف بهاي الحلقة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مسابقة ست نكهات مع كنور. اليوم إن شاء الله حلقة مميزة وأكيد بوجود اللجنة الرائعة. مساء الفل، كيف حالكم؟ اليوم في عنا مسابقتين متميزات جدا، أكلهم كتير زاكي. سعادة يسعد مساكي، شو الاخبار اليوم؟ حسك مش على بعضك ليش؟ لا منيح، مع انه منوره وهيك والوان. نور كيف حالك؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ امورك تمام؟ تمام يعني ما شاء الله، انت وامك مستمرين بهاي المرحله، يعني هذا الدليل انه عائله طباخين. طباخين المره اللي قبل طبخت سباجيتي دخلت جوا الهوت دوغز وعملت معه صلصه حمراء وحطيته بالفرن مع جبنه. المره اللي عدت طبخت كوسه بالبشاميل. طيب هلا بدنا ندير بالنا هاي المرحله مش سهله ابدا. جاهزين نحكي للقوانين؟ طيب نور شوب تعودنا انه روح نيجي عليه انت بدنا، ما في وقت محدد. هلا معكم دقيقه واحده فقط لتنقوا كل شيء من هون، وبرضه خضار، واهم شيء مرقه كنور الفوريه ما ننساها. غير هيك معكم 30 ثانيه تنقوا اي شيء جوا الثلاجه، كل شيء جوا الثلاجه بامكانكم تستخدموه، في لحمه، في دجاج، في سمك، في كثير شغلات. المرحله اللي قبليها كنا قيدينكم بصواني، هلا لا بامكانكم تستخدموا اللي بدكم اياه، تقلوا تشفوا صواني مش صواني اللي بدكم اياه. جاهزين؟ جاهزين. نور متجهزه؟ يلا نستنى. يلا جاهزه؟ يلا يلا يلا. توترت. تفضلوا دقيقه 40 ثانية. سعادة بلشت الخضار. 19 الوقت عم بمرق، تقدري تحطيهم هون تريدي ترجعي. هون كله موجود. 10 ثواني الوقت عم بمشي. 3 2 1 ضع الفجل. خلص نور انتهى. اصلا انا ما بدي فكر لما اعطوني دقيقه. لا عادي هاي مش فارقه معي، مش مشكله. انا بسرعه من النوع اللي الاغراض بسرعه يعني انا عارفه شو بدي اطبخ، بعرف بسرعه شو بدي اجيب، ما عنديش مشكله. لما اعطوني دقيقه واحده عشان انقي من كنور شوب يعني كثير توترت، بس انه يعني الحمد لله كان هيك شوي واضحين الاغراض، بس كثير بخوف بصراحه انه معك دقيقه، يعني لو بكون عارفه ايش بدي اعمل ما رح انسى. يلا هلا هلا. لا شو نور على الدعسه 30 ثانيه. يلا يلا تفضلوا. أوكي. انا حسيت انكم ما توفقتوا بالدقيقه انكم تنقوا انجريدينتس، لو انا كان حملت الخزانه كلها. لا انا حاسه اني توفقت. حاسه غلط احساسك. لا احساس الليله غريب هيك رح تصير تغني. نور انت مش قاعده بالسوبر ماركت. 5 4 3 2 1 ولا بسأل مش عارف يا أصلي. شو أخذت؟ إيش أخذت؟ ولا بتسأل شو أخذت؟ أخذت دجاج وزبدة. جاهزين؟ ان شاء الله. بلش؟ بلش. مفاجأة عند الشيف ديما. كيف نقيتوا اغراضكم؟ كل شيء تمام؟ وهيك عارفين شو بدكم تعملوا براسكم تقريبا؟ ان شاء الله. طيب معلش تبدلوا محلات، كل وحده تطبخ باغراض الثانيه. لا هيك صعب. هو هيك. اوكي. قصه نور. اوكي. ايش بدك تسوي؟ ما هيك صعب. لا معلش. لا طبعا انا ما عجبنيش الوضع وتضايقت كثير، لانه طبعا مش رح اعمل زي ما كنت بدي، يعني كنت حابه اني ابدع زي ما ببدع يعني بالبيت. لما اللجنه قررت انه نبدل الاماكن بصراحه كثير زعلت وخفت، يعني لانه بصراحه انا كنت هيك بعد ما نقيت الاغراض كنت هيك مبسوطه انهم كانوا موجودين،
وكنت حاسه انه رح يطلع شيء كثير زاكي، بس لما بدلنا الاغراض كثير خفت، توترت يعني من الاغراض اللي كانوا منقيتهم سعاده. انت شاطره، هي مش منقيه شيء، انت شاطره واكلك زاكي. لا لا هي مش منقيه شيء. عندك مكونات رئيسيه مثل دجاج رز، اكيد رح يطلع معك شيء. خلص هي الشروط عندك، عندك صويا، عندك تشيلي، عندك كل شيء عندك. هيك انا خلص بس اتوتر ببلش ادقدق بايدي وازري، ف اذا كنت قاعده بدقدق بازري، اذا كنت واقفه بدقدق بايدي، واحده من التنتين. تفضلوا هجرب شغله. صحيح سعادة بلشت بتوتر بس حسيتها رجعت خلص. لا لا رجعت فوكس لانه الشاي اسهل. ايه؟ لنقتهم كثير اسهل عليها، شو اللي نقت لي اياهم؟ سامع ايش تحكي؟ هي عم بتقول انه الاغراض اللي نقتها نور سهلين. نور اسهل سهلين، مو بجوز سهلين لك طبخه انت متعوده تطبخيها كل يوم، مش شيء سهل لغيرك. يعني منسف سهل كثير عملانه، بس واحد بيعملش منسف راح شو صعب. والله المنسف غير، راح ضلني احكي فيه شهر يعني، بعده اثار المنسف مأثر علينا بحلقه اليوم. واحد تعبان. طيب تقطيع الدجاج عند الطرفين، الطرف الاخضر والطرف في شاكوش، في شاكوش حلو. انا هذا ما شفته بمسابقه نور، بطلع اول مره، بطلع اول مره بس المخرج بيمسكوا بالحق. ايش بدك؟ نايلون راب. نايلون راب شو هالنعومه يا نور؟ ايوه والله انا احلى نايلون راب. نايلون راب بطلع منها هيك تبين هاديه. بس لا هي اوف قصه نور. سعاده ايوه كيفك؟ كويس. مش عارفه يعني بصراحه بدي اتفنن، مش عارفه هذا الكلام الليمون. اكيد هذا صحيح، حتى مش ماخذ ليمون. شكلها نور عصبت وبلشت تتفشش بالدجاجات، شو بدها تسوي فيهم؟ خليكم معنا بعد الفاصل. واليوم ابغى عست النكهات، واليوم ابغى عست النكهات. في تنتين معهم دجاج. تنتين دجاج ويلي. ابو سالم بالله كيلو علاقه غلبك ونص كيلو دجاج. طولي بالك يا نور. مهندس الصوت قاعد بامان الله زي هيك مره واحده قام. بس هاي الاصوات يزيد يعني، هاي الاصوات اللي بدي في اكشن بالمطبخ صحيح، تحسسك في انك في مطبخ يعني. عشان هيك ما بطبخ امي في البيت. هرتيل الدجاج الله يعينه. بس نور انا بدي اسالك، هلا احنا شفنا والدتك بالمسابقه بس ما حسيت انه انت طلعتي لها بالشخصيه بالاكل اكيد يعني. صح؟ ما انا ماخذ جينات ابوي وهي ماخذ جينات ابوها. كيف شايف كيف انا اربطها؟ طاير معكم 22 دقيقه، ايش بدك تعملي نور؟ بدي اعمل سلطه شكله يعني من الاغراض اللي محطوطين هون. ايوه للاسف. وسعاده اتوقع مش مبين لسه ايش بتعمل. والله مش مبين. عاد والله في اكل ممتازة. لا لقيته فهيته ولا لقيته مش عارفه. والله في اكل ممتازه وانا اتوقع يعني انا عارف شو نور كانت تطبخ. بس المشكله اذا بس مع انه شوي ترى برضه انت الله يسامحك يعني منقي بالثلاث يعني، وين البهارات؟ وين الفلفل؟ نور خلص الملح بتكفي. حاطك نور امني سعاده انا جبت نور. اللي عم يسووه لحد هلا بصراحه منطقي يعني، منطقي كثير. بس هلا بنشوف كيف البروسس، كيف راح يبلشوا يطبخوا يعني. شوف علي انا والله شايف سعاده شوي هيك لبكه، منبكه كثير عم تشتغل وهي منبكه، مش عارف شو بالضبط اللي بده يطلع منها معها يعني، بسوي بشغله مش عارف شو بتطلع معها. بس بلشت بطرق
الطبخ يعني دخلت على ال يعني على الخط على طول حوست لك حوست لنا التومة وال تحت انت نفسيا اكيد بس نور انا مستغرب بدها تعمل سلطه يعني بدي اشوف شو بيطلع معها شكلها بدها تعمل سيزر سالاد عجاج لانك انت مايونيز انت خاصه بس ما بعرف كروتون اذا بتعمل او خبز كيف بتقول بلاش تستخدم المواد يعني برافو عشان بشوف الرز على النار شكلها ما رح تستخدمه شكلها ليش تستخدمه احسن بيني وبينك احسن حطيتي خل مع الخضار تعقيما وهيك هذا بالبيت ولا بس قدام الكاميرا لا طبعا بكل مكان سعادة ليش واقفه سعادة شو عملوا؟ ليش ما في شيء؟ ليش؟ حطيت البصل، حطيت التومة، وحطيت الزنجبيل. هي مش جايبة أغراض كثير. طيب بس في شيء عندك كمان حلو يعني. حطيت هذا كل شيء حطيته. خلاص ما ضلت. في لسه في شيء. إيش ممكن؟ قصدك الرز؟ لا 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 لا. ما هو مش ما فيش يخ. لا 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 لا. بس أنت جربتي تيست وكيف وهذا؟ جربتي شو أنت حطيتي بالطنجرة؟ دوقتي؟ لا أنا ما بدوق أصلاً. لا أنا مش متعودة أدوق بالمرة. معلش بس أنا مش متعودة ما بعرفش أدوق بس دقت. حسيت انه مالح شوي بس لاني انا اصلا بحب الاكل الدلع فحسيت انه مالح شوي طال معكم ربع ساعه سألت سعادة ليش أخذت خس؟ معتبرته عمل خلطة دجاج بالزيتون وبالمايونيز بالفطر طبعاً حكت لي الرسيب أنا قلت لها هاي الشغلة برا بس قلت تذكرت عملها إيش قلت لها؟ قلت لها أنا هاي بقولها في صلطة دجاج وحب أعملها فقلت لها طريقتها أوف فياريت تكون متذكرة وتعملها يعني عن جد بتقولي من قلبك ياريت؟ طبعاً ما أحسن كتير الأكل زاكي كان نفسي بدوها صراحة أنا كنت كتير حاسة بتأنيب الضمير إنه يعني كيف بدلنا الأغراض وهي كانت برا كتير متوترة أنا لا كنت أحكي لها إنه هاي لعبة إنه أكيد حدا يعني رح يفوز كنا قاعدين برا بنحكي بتحكي لي إنه أنا لو كان في زاز إنه بدي أعمل سلطة هيك فأنا هي بس قعدت تحكي عن السلطة تبعتها حبيتها فصرت أحكي لها أوكي كيف تعمليها فبس فهي حكت لي كيف تنعمل فذات شوي أنا حسيت تأنيب الضمير يعني زي كأنه أنا يعني سرقت فكرتها طب هي قالت لك شو كانت بدها تسوي كمان بفلو تشيكن بدي اعمل بفلو تشيكن ايش بدك تعملي ايه شو بدك تسوي لا صراحه كنت بدي اعمل كنت مفكره انه في سمك فيليه وبدي اعمله مع شوية صوص وعسل وثوم وبصل اخضر واعمل جنبه رز ابيض ترياكي صوص هذا ترياكي كثير حلو سعادة عم خلص ها فيش اشي اعمله فيش بصل وثوم طب حضري لنا صحن صح اوكي طيب هذا والله ما شاء الله اليوم الحلقه رح تنتهي على السريع ها على فكره السلطات دائما انا بحكي يعني الناس بتفكرها اشي سهل انك انت تعمل صحن سلطه انه يعني خلص اي خضار وخلص السلطه عباره عن فن يعني صح وفي كتير سلطات بالعالم هذا صحنك نور الفطر والهاد الله حتى ترفع من قيمة السلطة لأن هي عاملة بالنهاية سلطة لازم يكون البرزنتيشن كتير حلو وكمان أكيد الطعم تقريباً صار عندنا طبق سلطة من نور وطبق أساسي من سعادة أي واحد رح يتفوق برأي اللجنة خليكم معنا بعد الفاصل واليوم أبغى عست النكهات واليوم أبغى عست النكهات
4 دقائق 4 minutes. برافو. عم تخلط الدريسنج بالويسك. عملته مع الكنور مايونيز وليمون. على فكره الدريسنج لحاله فن. اوه يا. وكيف بتخلطه كيف يطلع يعني زي الايمالشن ما يكون مثلا مرق ما يكون طبعاً. فاصل الزيت عن المايونيز. دقيقه واحده تك توك تك توك توك. ولا بلش السكب. بلش السكب ايوه 30 ثانية. هلا تذكرت سعادة بدها تبدا تزين. ما خلص ما خطرت اصلا مش حيزبط مرة. سعادة خلصتي؟ يعطيك ألف عافية. خلاص. نور برضو خلصت. يعطيكوا ألف عافية. اوكي رح أبلش بأكلة سعادة. كمية الملح كثير كبيرة. كثير يعني مالحة جدا. وشغلة ثانية إنه أنا دائما بالأكل الآسيوي في اعتقاد خاطئ انه لازم نضلنا نقلب الخضره دائما البصل الاخضر وهي الاشياء ما بنحطها من اول الاكل ندبله بنحطها بالاخر فصفى هيك معنا الدجاج اكنه مسلوق ومالح كثير فمش كثير الصراحه قدرت استمتع فيه لانه الملوحه كثير غالبه عليه كثير شوي مع انه شيف علي اكثر مره قال لك دوقي انا ما عندي مشكله شوي بالملح يعني ممكن اتقبله سبايسز كثير حلوه يعني في تشيلي زنجبيل في زنجبيل بحس في كثير طعم بالاكل يعني في كثير فليفر جوا بس كنت اتمنى لو استعملت الرز يعني لو استعملت الرز مع شوي الملوحة بس كان كثير صحن كامل واكيد شف دي ما حكت صحيح لانه مش مفروض يكون البصل كثير متقلب يدوب على اخر رشة على الوجه بس ان جنرال هو مالح كثير بس صراحه في فليفر جوا يعني صحيح يعني انا صحيح تحكي شوفي كثير انا دجاج طيب يعني منيح صحيح بس الصويا صوص والكنور هي ما في عندها كان ملح بس الصويا صوص والكنور كترت وانا اثناء الطبخ يعني حكيت لها انه دوق الاكل صح لانه شفت كميه الصوص الصويا اللي حطتها بعدين حطت كنور يعني حسيت انه كثير رح يطلع مالح خلينا نجرب صحن نور معناته يلا بلش نجرب صحن نور عندك شديمة بلشت انا بلشت لانه بلشت على السريع لاني انا متحمسه على السلطه قلت لكم اني انا بحب كرياتيفيتي او ابداع بالسلطات كثير طيبه في عندك ديفرنت او خلينا نقول نكهات مختلفه يعني الدجاج لحاله منكه الدريسنج راكز مش فاصل عن بعضه مخلوط بطريقه صحيحه الوان الطبق بتجنن تفتح النفس بالنسبه لصحن سلطه يعني انا بعتبره هذا مين دش انا بتغدى مرات سلطه مين دش هيك تكون فيها دجاج وكذا فعجبتني الصراحه كثير صحتين شيف محمد اكسلنت يعني صراحة برافو يعني تيست رائع البرزنتيشن بجنن أنا الكومنت الوحيد اللي على هالصحن أنا لأنه صراحة أنا كنت إني بقدر آكل وأستطعم بالأكل بس صراحة إنه بامب أوت لما تحس يدخل التم تلاقي كل الفليفرز دخل إنه المشرومز يا ريت لو حطيتي شوي بردتيه وحطيتيه على السلطة أنا النوع اللي صراحة بحس إنه المشرومز في ناس بحبوه هيك ناي بس أنا هذا رايي كطعم دجاج الانجريدينتس دريسنج اجري كثير رائع شكرا شيف كيف حاسس شغرين شيء كثير زاكي صح هذا شعورك شيف هذا شعور الطعم انه هذا كل سحورنا برافو برافو اوف ثانك يو شهاده عظيمه هاي صراحه برافو مع انها الايديا تاعت سعاده هذه بس انه يعطيكم الف عافيه الله يعافيك شيف محمد عندك على السريع انا بالنسبه لي صحن سعاده فيه طعم كثير طيب يعني طعم مختلف الجنجر الزنجبيل بس بالنسبه لي كان كثير مالح صح ويا ريت لو عملت الرز معه يعني كان ممكن نطلع نتيجه بس كمان سعاده ما ركزت كثير على انها تنجح الصحن قد ما ركزت انه ما في شيء ما في شيء ما في شيء نور صراحه فاجاتني بصحن السلطه انا صحن السلطه فريش كل شيء فريش فيها بصراحة دريسنج وكل الانجريدينتس كان كثير ناجحه فانا اي جو فود شوف ديما انا نفس الشيء بالنسبه لسعاده اكلتها زاكيه كنكهه بس كثير مالحه فما قدرت استمتع فيها الصراحه فهي يعني خديها لبعدين انه دائما اذا بدك تقدمي اكل لناس لازم تكوني ضايقتي فاكيد نور لازم شوف علي انا صحيح والله صحن الدجاج كثير عجبني لو في رز زي ما حكى الشيف وسكبتيه بطريقه صحيحه كان اكيد صحيح نقاومه صحيح يعني صحيح وملحه كثير الصويا والهذا بس طبعا السلطه جابته كامل صوص طعم كل شيء ما فيه لا مالح ولا وفريش اكيد ف
بروح معك. معلش سعاده، اول شيء انا اللي اخترت الاغراض تاعت السلطه، انا بهمنيش ان انجح بصراحه. انا قايله لها اصلا، قلت لها اعملي السلطه مزبوط. بس انتوا يعني انا هاي الاغراض اللي اخترتها، مش انا ما اختار وانا انه انتوا تعتبروه هذا. انا مش فارقه معي، انا بصراحه مو فارقه معي، بس انا اختياري انا كنت بدي اعمل إشي منيح وانا اخترت اغراض كثيره. بس مش تقولوا لي خذ هاي الدجاجه واعمل بدك اياها. ليه ليه هاي مسابقه طبعا. ماشي اعملت اوكي، انا ما عنديش مشكله، بس انا يعني كنت حابه اتفنن. انا ما اتفننتي، انا ايش ذكي بس ما لا لا انا ما اتفننت، لا انا ما بعتبر حالي اصلا اني عملت إشي بصراحه. هلا اقول لك شغله، يعني مسابقات الطبخ دائما فيها مفاجآت. ماشي اوكي، بس اعطيني اغراض مستعد اعمل لك بدك اياها. ستي انا جاني دجاج بصل جنجر بصل اخضر، يعني انت ليش استغنيتي عن الرز مثلا؟ اصلا ما في وقت. بعدين انا مهم مش شايفاه انه شيء حينحط على الرز الدجاج لحاله. ليه هذا؟ ما هو زي الترياكي صوص، فيه لا عسل، فيه يعني صويا صوص. لا لا رز ربع ساعة كان استوى. أنا مو مقتنعة بالرز جنب هاي الأكلة. يعني ليه ليه كيف هاي الأكلة هي اللي بدها رز؟ هاي الأكلة بدها رز. يعني أنا ما أقتنع. بعدين بده وقت كمان، بدك تنقعيه وبدك تعمليه. يا حبيبتي يا سعادة، خاصة مش مشكلة أنت، لأنه أنا مو فارقة معي. بس انا هاي اللي منيحه هي والله فارقه معك. لا بدك تقولي لا لا بدك تقولي بروح غير ان شاء الله. بالعكس انا ضليت اقول ليه ما حطيت الفطر مع الدجاج، ليه ما عملت الفطر مع الدجاج. يعطيك الف عافيه، حابه تظبط اكلي. يعطيك الف عافيه، بس يعطيك العافيه ست سعاده. يعطيك الف عافيه، الف مبروك نور. لما عرفت النتيجه كثير انبسطت طبعا، وضايقت على سعاده بنفس الوقت. شكرا شيفس، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، كان خيار سهل والطبخات كانت لذيذه. بدك تشدي حالك انت وامك، انتقلتوا لمرحلة نفسها وهلأ مرحلة أصعب، فعشان هيك رح نشوفكم إن شاء الله بكرة بتحدي جديد مع متسابقتين شفناهم بالمرحلة اللي قبل هاي. تصبحوا على ألف خير، يعطيك العافية. ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ما ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ست النكهات أحلى ستات كل يوم طبخة عست النكهات. ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ما ستي طبخة طبخة وست طبخة.